كيجي هذا شويه ديريكت يا حسره العجوز. الو واش ما صافا راكم ملاح؟ ايه شيخ وعيان شويه بشفع عليه بشفع عليه. امينه زيدات او الكاتريام بالبارك عليها بالبارك عليها. هاي يما يوم بعدهم بعدني نبعث نبعث ومن بعد نعاود تعاودي لي تيا مش نعاود لك. جمال يا جمال يا جمال جمال قولي بين من تلاقيت؟ ما تقوليش بطوما. لا لا ماجر. لا لا بين من؟ يودي تلاقيت مع هنطالة. ياه قولك حاجة قدريته من بعيد هو راح لي على اليمين انا رحت له على اليسرى بعد هو راح على اليسرى راح على اليمين ما شافنيش. ما تقوليش مرة قلت له بلي رانا هنا. والله ما قلتلوش بيك صار عليك يعني تشوفنا دراري. هاي صح هكا تعجبني كماشو. شكون؟ هنطالة هو بالاخر هو. جود سير قاري هنا. واش زعما نكون في روحك نعيط لك زعما رايح دارك ما شفتنيش خير اترونكي كماتشو والله العظيم. هنضالة 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 ايه مسكين عبد الله كيف بدك توانا؟ علاه؟ جو حبيبي خويا وحش راك وش راك؟ لاباس نجيب لك مربورو تاع البلاد ما متكيش حبستو فين قلت على الريم؟ على بالي حبستو هنضالة مسكين ايه مش كنت في اسبانيا وانت مش راك في اسبانيا واش ما اسبانيا ياك ضربت عجوزه برتخه وقفتها على نيفا حكى لي كاماتشو اي كنت معاه مسكينه مسكينه هي طاحت على راسها بعد هي طاحت سرعت حطوني الاكسبيرسي كي هبط للجزائر دفعت فيزا كي دفعت فيزا طاوها لي بصح شنو قلت انا يا ما تحلاليش بالفيزا انا نجي في البوط بون اللي ما يعرفش هندالة دوك نعطيكم السي في ديالو هندالة خدام بسلامته زعما كي يسيب طوموبيل مولاها ما كاشو يفتحها بصح مسكين ما تقولوش راح يسرق لا لا ما تفهموش النقص يضرب بيها دوره هذا ما كان ومين داك كيكون فارغ شغل يبيع تليفونات ما تقولوش مسروقين لا لا ما تفهموش النقص يصيبهم مرميين برك واللي ما يحبش يشري عليه يزيد ينحي له تليفون من جيبه ما تقولوش يسرقوا لا لا ما تفهموش النقص يبان جيت في البوطي في وسترك غرق البوطي وجبت لكم معايا شويه مقروط وشويه غربيات غرقوا مع البوطي مسكين المقروط انا قاعد غير وحدي ما توقع جيت غير انا الاناش 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 شويه فراشه شويه تنفيس خرج فريشون زيريزي سواسوا نعرفوا هنضاله لي كومون تاعو زودياك ينوض يقلع ديرك بصح اسمح لي باركم حاجه شابه ان شاء الله بربي باذن الله مولاها غدوه راه جاي واحد ما يكذبش صعدوا بزاف ما جاش يا ودي بطولة فارغه وجاي وش بيه اسمح لي طوم هذا قوري ايه؟ انا نتريتي معاه انا نتريتي فور مع القور انا لو كان غدوه طومه يجي ونهضر معاه يمد لنا نسكنوا باطل ماشي تسمى حنايا خلينا متسمى حنايا مازالكم تخافوا كماتشو خلينا جوني خلاص الخوف انا عايشين في اوروبا دركا الخوف انساوه خليته في الجزائر نورمالمون انا هنا انا نفريها لكم خلي بسكير يا حمادة رجلك تغمز له رجلك تغمز له راك تصفق له بعينك شفتك خاك تشرع ليا خلينا تروكي سبا ما كوش حابين نعيش معاكم ما قول له والو حنايا وش هو خليه وما يضرب لي لا معنا وخلاص خلي اللي باصي بكاماتشو زيد لي هنطالة بزاف شو هنطالة كيولي 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 شبال خوك خوك عبد القادر قول والله والله توحشته ما تشبهليش غير خويا ناصر برك بس كنت صايش انا سامتكم زعما خلاص خلاص ما تبكيش خلاص بركه ما تخبص لي عيب قدام السيد بركه عيب دحي مش مربي قول والله مالك يا انت هكذا خلوني نريح معكم واحد العام كيفاه شهر شهر برك كيفاه نشرب كاس ما ورا اي صح اسمع جو خليه يريح خليه يريح مسكين خليه آلس خليه آلس اي خليه يدي ريح ريح وراك رايح ريح كيف بتاع الركه قول والله تاكلهم لي وتهبلهم قاع تقدروا تروحوا ترقدوا او نرقدونا ان شاء الله راح الحال ايه نرقدونا نطيحوا لا ما شاء الله تبعتوا فاتل اللي بحلو شلابها والله شكرا ريتر مين ريتر دروازه دروازه زيدت انت طفي تلفزيون
أنا وراو تلفزيون. بيت تشخر يا تقول بيت مع كيبيو يا وراو هندالة كاماتشو كاماتشو سرقونا. قول والله والله يا البريكي ما شافوش مسكينة. على قناة نوميديا حلوة لمتنا.